إذا بدي أنقل للمقاربة يعني روح على الموضوع الجنوب، البعض بيتمسك إنه نحن بعد كل اللي عم نشوفه بغزة، حتى لو اليوم اللي يعني أصحاب هذا الخطاب السياسي إنه شفتوا شو صار بغزة، حجم القتل، حجم الدمار الهائل، ربما إسرائيل أرادت أن تردع المنطقة وكل دول المنطقة بكل هذا القتل غير المسبوق يعني بهذا الشكل، بيقولوا خلونا نروح نلتزم لكان بالقرارات الدولية بالمجتمع الدولي بلبنان اليوم بال 17/01 لنحمي نفسنا بمعزل اليوم عن اجرام، وبتسمع عن يعني اجرام ووحشيه العدو الاسرائيلي، وبيجوا حدا انه بس خلونا نحن نلتزم بال 17/01 وقرارات المجتمع الدولي. الى اي مدى من دون قوه اليوم تقدر هذه القرارات تحمي الجنوب؟ سؤال كثير مهم، شو هو 17/01؟ هل هو بس قرار بيقول انه لازم ينسحب حزب الله خارج نطاق يعني الليطاني، أو هو نص بيتضمن بنود غير هيدا البند الأساسي؟ هل 17/01 بدنا إياه بس نص؟ أنا مع تطبيق 17/01 اليوم بحذافيره اليوم مع تطبيق 17/01 وبفتكر ما في تمسك كفاية من الرأي العام اللبناني بال 17/01. رح أقول لك ليش، ولا بالحكومة اللبنانية. 17/01 في ناس عم بيستخدموه بس لمقارعة حزب الله داخليا. أنا بحب طبق 17/01 كورقة تفاوض مع إسرائيل. بمعنى بالمناسبة بشهر 1/2024 تبعت بعثة لبنان يعني معي النص على طب التحضير للحلقة كنت عم تفرجينا هذا النص اللي بعثته الحكومة اللبنانية لمجلس الأمن، صحيح، من خلال البعثة بنيويورك القائم بالأعمال بالوكالة، كله بالوكالة لأنه صار بهذا البلد، هادي هاشم، صحيح، بحط مثل خارطة الطريق وبيقول أنه الحكومة اللبنانية ملتزمة تماما بال 17/01 وأنه نحن اليوم يمكن هذا النص أهم شيء طلعته الحكومة اللبنانية آخر فترة يعني بما أنه ما عم تعمل شيء. بيقول أنا بدي 17/01 وهيدا بيشمل، وهون بيصير 17/01 ورقة تفاوض بوجه إسرائيل ومش بس نص لمقارعة حزب الله ونقول له طلع من الجنوب بس. بيقول أنا بدي يعني ما لح أقري لك إيه بس بالأبرز خلونا نرسم الحدود، تمام، الحدود مش الخط الأزرق لأنه الخط الأزرق وخط انسحاب، صحيح، مش خط حدود فاصل بين لبنان وفلسطين حسب الحدود بال23 واللي تأكدت باتفاق الهدنة بال49. خلونا نرسم الحدود، خلونا نتعهد بأنه مش بس ننشر الجيش اللبناني، نسلح الجيش اللبناني كمان، وخلونا نعمل تعويضات للنازحين من الجنوب، وإذا المجتمع الدولي بيتعهد بهذا الشيء نحن هلأ من طبق 17/01. مفتكر ما في نص بيطلع هيك بالتركيب اللبناني إلا ما يكون حزب الله موافق عليه أو أقله عاتي الخط الأخضر ضوء الأخضر. بغض النظر شو عم بيصير بالمفاوضات، لأنه المفاوضات بين بري وهوتشكاين وهول بيصيروا بالسر ما بنعرف فيهم كتير، بالخطاب أي سياسي لبناني بيقول أنا بدي طبق 17/01 بس هيك أنه نسحب حزب الله من الجنوب، هو عم بينبش على خاصرة ضعيفة بلبنان. اي واحد بيقول بدي طبق 17/01 بهيدي الشروط ومن ضمنها ترسيم الحدود، لانه ب 17/01 بفتكر بالبند 10 بيقول انه لبنان لازم يتفقوا على موضوع ترسيم الحدود في نقاط خلافيه 13 في نقطه البي 1 بالنقوره، هيدا تطبيق 17/01. فبالتالي ليش انا اليوم ما بقول ايه بدي 17/01 وبدي السياده اللبنانيه وانا بدي اياها، وبدي جيش يكون بجنوب وايه انا بدي اياها، وبدي حزب الله ينسحب ايه وانا بدي اياه، وبدي الحرب توقف ايه بدي الحرب توقف والناس ترجع عاديه يعني والناس عدم انتقاء موت. يعني كل حدا من طرف لاستخدامه بالبزار السياسي الداخلي 17/01 ككل يعني كل هذه النقاط معا، مش بس ككل، كورقه تفاوض بايد لبنان بلحظه هلا اسرائيل شمالها فاضي في مخيمات نازحين من امتى لاول مره غير مسبوقه بتاريخ دوله الاحتلال. فليش انا ما بدي استعمل 17؟ ليش ما بدي استعمل هذا النص الرسمي للحكومه اللبنانيه لدرجه يقول انا بدي هيدي خارطه الطريق؟ برجع بقول لك مفاوضات بتصير، ببيعوك وبيشتروك، نحن ما بنعرف نعرف شو عم بيصير، بس اهميه انك تتبع هيدي النقاط كثير مهمه بالخطاب، لانه الخطاب اليوم اللي عم بيصير كارثه وله تداعيات كثير خطره على لبنان،
وبلشنا نشوفها من مطالب التقسيم، وبلشنا نشوفها من انه هول ما بينعيش معهم، وبلشنا نشوفها كنا عم نحكي فيها بالهونيك يعني كمان مسيطره على الخطاب السياسي اللبناني. يعني هذه الثنائيات اللي حضرتك كمان بتسميها ثنائيات سطحيه، يعني على طول دائما محاوله فرز الناس ضمن هذه الثنائيات، هذه الباينري، يا 14 يا 8 يا متفائل يا متشائم، يعني كلنا تعودنا عليهم، يا بيشبهونا ما بيشبهونا، وبالمقابل انتم يعني خاين وعميل، يعني كل هذه صحيح. هذه الثنائيات بالبلد هل تقود يعني الى المرحله المقبله مثل حضرتك عم بتقول، مطالبات بالتقسيم بالفدرالي؟ هذه الثنائيه خطره كثير، وهذه الثنائيه شو بتعني؟ بتعني انه ما في سياسه بالبلد. يا عمي انا مثلا خليني اروح اقول له حزب الله انا ماشي معك، ماشي انا بدي اياك تنسحب بس طبق هيدا ال17 واحد مثل ما بدها الحكومه، خلينا نحشره بالزاويه، خلينا نقول انا معك هلا بس ساعدني نفاوض على هني موافق عليه، يعني وقت هيدا الوافق عليه 17 على على انا صحيح بال2000، وهلا كمان في عده تصريحات وقال انا مساند لغزه وبس توقف الحرب بغزه، يعني مش هيك انه عبثيا بدي بس الحرب، وانا ايه بدي حزب الله يوقف الحرب بس بدي اربح من هيدي الحرب. يعني بدي يطلع لي مكسب او مكسبين، بال2006 طلع لنا مكسب او مكسبين مزبوط. طب شو بالمواثيق الدوليه كل هذه الحرب وعلى جوارنا حرب اباده عم تغير عشوائي الخطاب بالعالم، يعني كله ما قدرت يعني غيرت الخطاب السياسي اقله اليوم ومقاربه اللبنانيين لموضوع اساسي يعني وبيعنيهم؟ بالعكس، اذا صار شيء بهيدي الحرب غزت الحقد بين اللبنانيين و... يعني غيرته للأسوأ. اكيد غيرته للأسوأ. بدي اقول لك شغله، هي اول حرب بعد اقل وبعد الحرب الاهليه اللبنانيين ما هم متفقين عليها، يعني صار في راي عام جامع قلت لك بال93 بال96 بال2000 مع الانسحاب بحرب تموز. هلا عم نشوف العكس تماما، مش بس يعني الخطاب اللي عم نشوفه، مش بس اي نظام سياسي بدنا، واذا حزب الله لازم يرجع على الدوله ولا ما لازم يرجع على الدوله، واذا حزب الله لازم يسلم سلاحه ونعمل استراتيجيه دفاعيه. يا ريت في هيك خطاب. الخطاب اللي عم بيصير بالبلد انه نحن منا بقى قادرين نعيش مع بعض، انه مش بس منا قادرين نعيش مع بعض، هول الناس ما بيشبهونا وبيشبهونا. هيدا خطاب ما لازم نشوفه بس خطاب تافه على تويتر، هيدا خطاب بالثقافه.